السلام عليكم، معكم تاني في Discrete Time System Representation. لما نعمل في عندنا ثلاث طرق مشهورة لنعمل Approximation for Numerical Differentiation. الفيرست اوردر اول طريقة باستخدام الباكورد عفوا Difference Equation. فلو عندي Continuous Signal U of T بدها تساوي E dot of T، هذا لما بحولها في Discrete باخذ الإشارة at e of k وباخذ الاشاره اللي قبلها e of k minus 1 وبقسمها على t، هذه بتساوي الدريفيتيف الموجود عندي. طبعا لو بدي اسوي للسكند دريفيتيف، السكند دريفيتيف بدي اعمل نفس الشيء، بهذه بدها تصير e dot minus e dot of k minus e dot of k minus 1 على t، وبدي اعوض عن e dot زي ما من هان، وال e dot of k minus 1 من هان برضو، وبوصل للاجابه اللي بدي اياها. الآن الطريقة الثانية بنسميها بنقول عنها هي الفورورد ديفرنس إكويجن، وهذه باخذ الإيش نفس الشغل، بس بدل ما أخذ يعني القيمة الحالية والقيمة السابقة باخذ القيمة المستقبلية وبطرح منها القيمة الحالية وبقسم على تي، وبعمل هاي للسكند أوردر نفس الطريقة اللي عندي. طبعا هذه الأبروكسيميشن فور نوميريكال انتجريشن اللي بدي اعمله، بدي اجي اخذ الطرق هذه واشوف عندي ايش اللي بيطلع عندي، يعني طلع هذا هاي باستخدام الباكورد الطريقه القيمه السابقه وجبتها لهاي اللي بعدها اللي بعدها، فصارت عندي هنا هذه الجزئيه تعد ايرور الموجودات عندي وهكذا. الان هذا كل ما كانت السابلك اصغر الايرور هذا ايش بقل عندي. The numerical integration techniques depends on the approximation of the instantaneous continuous time signal. The process of backward rectangular integration technique الموجودة اللي احنا حكيت عنه الآن. The integral function can be approximated by a number of rectangular pulses. يعني هذا بداخل المساحة هدول، فبجمعهم هدول بعطيني المساحة تحت الكيرف أو القيمة الموجودة. The integral function can be approximated by a number of rectangular pulses and the area under the curve can be represented by the summation of the area of all small rectangles. يعني الاريا تحت هاي بتساوي عندي الاريز لكل الرectangle. طب كيف بعمل؟ باخذ المساحة هاي وبعدها بقول هذه صارت عند القيمة تبعت E of 0. طب اللي عند القيمة تبعت هذه الموجودة، باخذ القيمة اللي عندي الجديدة وبضيف لها مساحة الريكتانجل الثانية اللي جاي، باخذ القيمة اللي صارت جديدة وبضيف لها اللي بعده، باخذ القيمة الجديدة وبضيف اللي بعدها. هذا الكونسبت بهايند نوميريكال انتجريشن. وزي ما بنلاحظ في يو اوف تي اللي هي الانتجرال من زيرو لتيف اي تاو دي تاو، يعني هذا اللي عندي، فمعناته انا لما اروح لعالم الديسكريت بقول اي اوف ان تي بدي يساوي الانتجرال من زيرو لان تي اي اوف تاو دي تاو اللي هي بتساوي الصميشن للاي اوف اي اوف كي تي مضروبه في الدلتا تي، والدلتا تي هي عباره عن السامبل تايم اللي عندي اللي هي تي الموجود عندي، والكي هي عباره عن فاليز من 0 لحد ان ماينس 1 ل ان جريتر ذان 0. فهذا لما نحطها زي هيك بتصير عندي هاي الان اليوف ان ماينس 1، بدي اطرح من هذه 1 الموجود عندي، فيوف ان في تي ماينس يوف ان ماينس 1 في تي بدي يساوي عندي تي في اي في ان ماينس 1 في تي الموجود عندي، او يو اوف ان تي بدي ساوي بدي اجيب هذا على الشقه الثانيه صارت بتساوي يو اوف ان ماينس 1 في تي بلس تي في اي في ان ماينس 1 في تي، وهذا اللي قلنا عنها الباكورد ابروكسيميشن الطريقه. The above expression is a recursive formula for backward rectangular integration. Use of this recursive equation to evaluate the present value of u of n t required to return only immediate best value of e of n minus 1 of t and the immediate best values of u of n minus 1 of t, thus saving the storage space requirement. وهذا هو الشكل تبعها، يعني هذه عبارة عن في عالم الكمبيوتر هذه عملية بسيطة جدا عبارة عن iterative method. In forward rectangular ايش اللي عندي اللي بيختلف؟ صارت u of n t بدها تساوي u of n minus 1 في t plus t في e of n t اللي عندي، يعني اختلفت شوية. اذا بتلاحظ هذه هاي التنتين كانت n minus 1، طلع عندي هنا هذه الموجود عندي
ان تي اللي عندي، يعني هذه هيها نفسها، هذه نفسها، هذه اللي اختلف عندي، هذه صارت اي اوف ان تي بالضبط، هذه هي الالفور. في عندي طريقة تانية قبل ما ننسى، الثالثة بنسميها الترابزويدال، او هذه الطريقة الترابزويدال هي اللي بنسميها قريبة للبايلينير، وهذه بدل ما اخذ ركتانجل باخذ الترابزويد، والترابزويد تعرف شبه المنحرف يعني، اللي هي عندي الشقة اللي فوق بتبقى هي المائلة. Example, consider the following continuous time expression of a BID. هاي عندي ال BID اللي عندي U of T بساوي هاي proportional، هاي integral، هاي derivative، where U of T اللي هي control output and E of T is the input of the controller. Considering T equal NT, find the recursive discrete time formation of U and T by approximating the derivative by backward difference equation اللي بنستخدمها. الآن هذا هي عوضنا عنهم، عوضنا بدل N of T في E to the NT، وهي بدل الانتجرال صار summation، وبدل الدفرنشال صار إيش difference between the value والقيمة اللي قبلها وقسمناها على T. الآن هذه لما ننظفها بتصير عندي على الشكل اللي عندي، subtracting U of N minus 1 T from U of T اللي عندي عشان نحصل على القيمة الاختلاف فيها، هاي بتعطيني الK الموجود عندي، الKB والKD in term of KB of KD، فU of NT صارت عندي على هذا الشكل. الآن خلصنا من القيم الموجودة، صارت عندي هذه in term of E و in term of U لحالهم. هذه بنلاحظ U of NT بتعتمد على إيش؟ على الـ current error signal والpast error signal ك كل موجودة عندي، وعلى الـ immediate past اللي هي output signal. هذه الآن عملناها باستخدام الـ forward لنفس الشغل اللي اشتغلنا فوق اللي عندي. الـ difference equation representation in general لما بطلع على الـ nth order difference equation بنلاحظ اللي عندي y of k plus n plus a1 of y of k of n minus 1 plus a2 y k n minus 2، يعني بديت من k plus n وصرت ارجع رجوع اللي عندي، بدها تساوي نفس الشيء بالنسبه لل input اللي هي ال u of k plus m في ال u of k plus m minus 1 وهكذا اللي عندي. Where y is the output of the system، U اللي عندي ال input للسيستم، و m دائما بتبقى اصغر او بتساوي n. This inequality is required to avoid anticipatory or non-causal model، يعني بدنا هذه تبقى دائما ال m يا اصغر يا بتساوي، عشان يكون عندي هذا السيستم زي ما نسميه realizable، اذا حدا بتذكر هذه التعبيرات من signals والسيستم. الاكزامبل عندي if you express the recursive relation for the BID general difference equation form in this is the system casual. السيستم casual لو ايش هو بيعتمد هذه على current و previous input و output signal. هنا بنلاحظ هذه عبارة عن previous output، هدول هذه current output، وهدول كلهيتهم هذه current input، بس هذه بنلاحظ ايش هذه اللي عندي تعتمد على future input لهذا future input signal لهذا السبب. هذا بنقول عنه system في مشكلة عنا في هذه الجزئية، لأنه هذا أعطتنا إنه plus 1 في هذا المجال، فصار إنه هذا بيعتمد على future إيش input future input signal، لهذا السبب هذا بنقول عنها not realizable في هذا المجال، وهذا بقولنا الموديل become causal في هذا المشكلة، في هاي المشكلة اللي عندي. طيب هيك بنبقى خلصنا الجزئية اللي هاد، والحين بنكمل عندكم من الجزئيات التابعة على التكست بوك بنمشي فيها إن شاء الله. يعطيكم العافية.